في تحاجد السعودي يبدو لؤي قزاز أكثر الأسماء المرشحة لرئاسة النادي خلفا لمحمد بن داخل. الزميل عبد الله الدرويش في التقرير التالي يقدم لما هو آت. على أحر من الجمر ينتظر الاتحاديون 23 من شهر يوليو الجاري ليختار أعضاء الجمعية العمومية من المرشحين الرئيس القادم لناديهم الذي لم يعرف الاستقرار الإداري منذ عام 2007، وتحديدا بعد أن ابتعد أو أبعد منصور البلوي عن العرش الاتحادي. داخل البيت الاتحادي لسما يعلو على لؤي قزاز ومجموعته القادمة بقوة الفكر والمال والطموح لانتشال أعرق الأندية السعودية من أزمته المالية والإدارية التي عصفت به الموسم الماضي، ورمت لعبتها الشعبية الأولى والهم الأكبر لمحبي الكيان الجداوي بالمرتبة الخامسة من الدوري المحلي لكرة القدم، وواصلت بهم السير موسما آخرا دون ألقاب مع حسنة التأهل إلى ربع نهائي أبطال القارة الصفراء. مجموعة مستقبل الاتحاد والتي بدأت على يد أبناء عوائل اتحادية كان لآبائهم أو أجدادهم دور في بناء وتأسيس الفريق الاتحادي أو حتى رئاسة وعضوية الشرف، تضم منهم أبناء قزاز ولنجاوي وفتيحي وأبناء صالح كامل وأحمد محتسب وأبناء البترجي وأبناء الطويل وغيرهم، ظهرت بقوة الفترة الحالية وبدعم شبه كامل من كبار المؤثرين من أعضاء الشرف وعلى رأسهم الأمير طلال بن منصور الرئيس الفخري للنادي ومحمد الفايز رئيس هيئة أعضاء الشرف. إدارة رجل الأعمال الحماسي أو مجموعته الشابة قدمت مهر الرئاسة مبكرا قبل توليها من خلال تقديم اسم البرازيلي دييغو دي سوزا بعقد يصل إلى 50 مليون ريال، وبانتظار إتمام التعاقد مع لاعب شرق آسيوي لتدعيم الفريق في البطولة الآسيوية، إضافة إلى أنها تحوي العديد من الأهداف ليصبح الفريق مكتف ذاتيا بالمال خلال 3 سنوات، وأن يصل الاتحاد إلى قائمة أفضل 50 ناديا في العالم. على مستوى المرشحين لرئاسة الاتحاد يبدو قزاز أكثر المقبولين من البيت الاتحادي والجماهير، لكن الإجابة على تساؤل إن كان سيكون رئيسا أو لا ستحضر نهاية الشهر الحالي. عبد الله الدرويش، العربية. وللحديث عن الاتحاد معنا من جدة المرشح الأقوى لرئاسة النادي لؤي قزاز. سيد لؤي صباح الخير، أهلا بك معنا. أولا، هل تنوي فعلا الترشح لرئاسة نادي الاتحاد أم لا؟ يا هلا، صباح الخير يا أخ زياد. صباح الخير، رحب بك وبالمشاهدين. بخصوص سؤالك، إذا كنا حنترشح، إذا حترشح لرئاسة نادي الاتحاد، نعم بإذن الله احنا عندنا خطة انه احنا نترشح بمجلس إدارة متكامل من مجموعة مستقبل الاتحاد للرئاسة بإذن الله. طب الآن سيد لؤي، يعني مجموعة أبناء العوائل الاتحادية أو كما سميت بعد ذلك مجموعة المستقبل، كيف تأسست هذه المجموعة وما الهدف منها؟ اولا احنا ما نحب انه هي تسمى بمجموعه ابناء العوائل الاتحاديه، لانه المجموعه هذه مجموعه فيها 100 عضو. نعم. يمكن في مجموعه، يعني يمكن 50% او 60% فعلا من ابناء اعضاء شرف من ابناء عوائل اتحاديه، ولكن البقيه هم اعضاء من مختلف انحاء المملكه. واحنا يعني في عندنا اصلا في عندنا خطه بانه نخلي المجموعه هذه تنتشر في نعم. جميع مناطق المملكه لكل محبين الاتحاد ان شاء الله. طيب، من خلال متابعتك الان لعمل الادارات السابقه، تفضل. اي، المجموعه بدات بفكره اساسيه، وهي بهدف اساسي، وهي انها تتبنى جيل قيادي جديد. نعم. يقود نادي الاتحاد للبطولات وللرياده على المستوى الاسيوي ان شاء الله. طيب، من خلال متابعتك لعمل الادارات السابقه لنادي الاتحاد، ما هي الاخطاء التي ارتكبتها الادارات السابقه برايك؟ وماذا ستعمل وماذا ستصنع لهذا الفريق؟ طيب، انت وضعت يعني وضعت السؤال، هو كان اساس تكوين المجموعه هذه. نعم.
انه احنا نظرنا الى نادي الاتحاد في الستة او السبع سنوات الماضيه وجدنا انه في كل سنه كان بيكون في رئيس. نعم. وبالتالي هذا يؤدي الى غياب التخطيط الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى، فهذا بيأثر طبعا على النادي. وايضا لانه كانت في مجموعه من الادارات مكلفه ويمكن ادارتين يعني جات في وقت سريع. نعم. كانت مجالس اداراتها غير متجانسه وغير متفاهمه مع بعضها، وادى نعم. ذلك الى عدم عمل مجالس الادارات بالطريقه اللي المفروض انها تعمل فيها عشان النادي يستفيد من مجالس الادارات. طيب، اسباب معاناه الاتحاد برايك ماديا رغم وجود اعضاء شرف يعني قويين خلينا نحكيها من الناحية المادية؟ الاتحاد يعني في 15 سنة ماضية لم يعاني ماديا، حتى الموسم الماضي الاتحاد لم يعاني ماديا. الاتحاد عانى ماديا بعد المشاكل اللي حصلت في النادي وبعد النتائج السيئة اللي حصلت في الموسم الماضي. نعم. بدأ النادي طبعا دائما النتائج السيئة بتؤدي الى ابتعاد الداعمين واعضاء الشرف، طالما ما بيشوفوا في نتائج لدعمهم اكيد انه حيصير في ابتعاد. يعني كان سبب المشاكل محمد من داخل؟ ليس تحديدا شخص محمد من داخل، ولكن اداره من داخل. خلينا نكون صريحين ونحكي الاسباب. نعم؟ نكون صريحين ونحكي الاسباب اللي ادت للمشاكل والمعاناه الماليه. يعني نحدد بالاسم. انا ما اعرف ايش الاسباب اللي ادت للمشاكل الاداريه في اداره اللواء محمد من داخل. نعم. اللي هي في النهايه ادت الى نتائج سيئه. طيب، دعمت النادي من قبل سيد لؤي؟ دعمت النادي من قبل؟ دعمت النادي من قبل؟ نعم. دعمت نعم. النادي؟ دعمنا النادي من قبل في فتره. ايوه نعم اكيد. طيب، كيف ترد على اعضاء الشرف اللي بيطالبوا الجماهير بدعم النادي ماليا الان؟ اولا بالنسبه، على فكره بالنسبه للجماهير، احنا يعني واحده من اهدافنا، احنا في عندنا عده اهداف اساسيه كمجموعه لنادي الاتحاد، واحده منها هي انه نجعل جمهور الاتحاد. نعم. هو المشارك، هو صاحب الراي الاساسي في النادي. نعم. وهذا التوجه ما هو جاي يعني من فراغ، التوجه هذا جاي من اذا تنظر لانديه عالميه وحققت نجاحات كبيره زي برشلونه وزي ريال مدريد. نعم. هذه الانديه كلها القرار في يد جمهور. صفقه انتقال اللاعب البرازيلي دي سوزا، هل كانت مهر الرئاسه من لؤي القزاز والمجموعه؟ هي ليست مهر رئاسة، هي احنا بنشتغل سواء احنا وصلنا لإدارة النادي او لم نصل لإدارة النادي، احنا بنعمل لخدمة نادي الاتحاد. فاليوم احنا لم نشترط انه نجيب اللاعب مثلا دي سوزا على شرط انه احنا نتولى إدارة النادي. نعم. ولكن احنا حنشتغل الين ما ينتخب رئيس جديد، سنظل نعمل. طيب، بأي صفة أنت تفاوض اللاعب؟ بادرنا سيد لؤي، بأي صفة تفاوض اللاعب؟ الرئيس القادم مثلا؟ لا، احنا فاوضنا اللاعب بصفتنا أعضاء شرف، ونبي نجيب اللاعب هذا هدية لنادي الاتحاد. ومتى سيصل اللاعب إلى جدة؟ اللاعب سيصل إلى جدة مع بقية أعضاء الفريق لما يرجعوا. نعم. اللاعب إن شاء الله بإذن الله سيصل للمعسكر في يوم الخميس. نعم. وعلى أقصى تقدير يوم الجمعة بإذن الله. الصفقة القادمة هل تكون التكفل باللاعب الآسيوي أم لا؟ والله الصفقة القادمة احنا يعني الآن أنا يعني وصلتني أخبار عن طريق المهندس محمد فايز بأنه نعم. المدرب الآن بفاضل بين عدة أسماء، وإذا طلب مننا أنه احنا نتدخل عشان نفاوض ونساعد في أنه احنا نجلب اللاعب ما نعم. حنتأخر إن شاء الله. طيب، بعد كل ما قدمت حتى الآن، ما بتخاف تكون نتائج الجمعية العمومية لنا الاتحاد وتخسر بالانتخابات يعني تكون سلبية بالنسبة لك؟ والله احنا أصلا يعني مو هدف، والله مو هدفنا الاساسي هو كسب الانتخابات، بالعكس انا اتمنى انه يظهر رئيس ومجلس اداره افضل مننا، واحنا راح ندعمه بكل ما نستطيع.
طب. ويمكن يعني انا اقول الكلام هذا، ولو حصل انه طلع رئيس غيرنا راح نرجع واطلع معاك مره ثانيه واقول لك شوف احنا هو قاعدين ندعم المجموعه والمجلس الاداره اللي هو موجود حاليا. طب اعضاء شرف هل يدعمون لؤي قزاز؟ هل هناك دعم مباشر؟ والله الحمد لله احنا نعم هناك دعم من اعضاء الشرف، هناك دعم للتوجه والفكر وفكره المجموعه اللي كوناها. طيب سيد لؤي، هل تسعى لتكوين قاعده استثماريه للنادي؟ يعني النادي يصبح مكتفي ماليا ومن جميع الجوانب؟ نعم، هذه من احنا عندنا مجموعه اهداف من الاهداف اللي موضوعه بخطه موضوعه لمده 3 سنوات، بحيث انه احنا في نهايه ال3 سنوات نصل باكتفاء ذاتي للنادي، وباستغلال اهم شيء باستغلال القيمه التجاريه الكبيره لنادي الاتحاد. وايضا هذه النقطه مهمه جدا لمرحله الخصخصه حتى يكون النادي من اكثر الانديه مغريه استثماريا في مرحله الخصخصه باذن الله. من جد المرشح الاقوى لرئاسه النادي لؤي قزاز، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.